صديقتي، ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. على عكس ما يبثه الإعلام الجزائري بخصوص قضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، ورغم بقاء عدة أيام على الفصل النهائي للفيفا في الملف، فإن الإعلام العربي بدأ ينشر تقارير وتصريحات ترفع من آمال الجزائريين في أن ينال منتخبهم المظلوم الحق في إعادة المباراة. وفي أحدث التطورات، نشر موقع العربي الجديد حوارا رائعا مع المختص في القانون الرياضي التونسي طارق العليمي، الذي اعتبر بأن فرضية إعادة المباراة يمكن أن ترى النور، وذلك لتوفر الأسباب التي تجعل الفيفا توافق عليها. وراح المختص يتحدث إلى أبعد من ذلك حين أكد بأن إجراء القرعة لا يؤثر على قبول ملف الطعن الجزائري، كون الخضر ومنتخب الكاميرون لهم نفس الترتيب الدولي.